عليك؟ اتأخرت قوي. وانا اتأخرت قوي ولا حاجة، ده كلها مسافة السكة. اتأخرت 15 سنة يا بابا، بس بسم الله ما شاء الله مش باينين عليك، لسه شاب صغير وبتتشاقى. هو صاحبك الظابط حكالك؟ حكالي الحمد لله انه معرفش انك ابويا. ما قالكش اني بريء وان الست كانت بتتبلى عليا؟ وهي هتتبلى عليك ليه وتفضح نفسها؟ انا مش بتكلم على البنت اللي اتهموني فيها، انا بتكلم على الست اللي بلغت. انت على طول كده مظلوم، الناس كلها ظالمينك، انت ايه ما زهقتش من النغمه دي؟ مقدر ومكتوب يا ابني. عارف عارف ان ربنا لسه ما اذنش ان ارجع لك وترجعوا لي. بالاذن يا ابني. استنى هنا، انا لسه ما خلصتش كلامي. خلص كلامك يا استاذ ياسر. يا ريت تشيلنا من دماغك خالص وتنسى ان احنا ينفع نرجع تاني عيله. مع السلامه يا ابني. مش هتيجي النهارده كمان؟ ازاي؟ اتصلت بيا وقالت لي اعمل لها النهارده وبكره اجازه، بنتها عندها مشكله. مش نافع كده يا لولا، مش نافع. الوقت عمال يعدي بينا، كل ما الوقت عدى على موت الراجل الموضوع هيبقى اصعب، مش هعرف اصرف لاولاده حاجه. ونعمل ايه يا محسن؟ هو بمزاجي؟ انا كنت مستنياها النهارده عشان اخلص معاها الموضوع. وتستنيها ليه يا ستي؟ الله، ما تروحي لها البنت خلصي معاها هناك، هي مش تبقى خالتك. لا طبعا ما ينفعش، هتاخد بالها لو عملت كده، مش هتفرق يعني النهارده من بكره. تفرق يا لولا، بتفرق، ساعه واحده بتفرق. خلاص اخرنا بكره. اكتر من كده وهكنسل الموضوع، دار ما دخلك شر. انا مش ناقص مشاكل. حاضر يا محسن. وبعدين كويس قوي ان هي مشغوله في مشكله بنتها دي، عشان ما تبقاش مركزه معاكي اصلا. مش قلت لك زمان باباها ومامتها فهموها اللي عملته ده ما يصحش، وبكده بقى هتمشي معاك ولا الساس واسمك. يا ماما خليكي محضر خير، ده بدل ما تقولي له البنت بتحبك وما قدرش تبعد عنك يوم. ما انا عارفه انها بتحبه، لكن الاصول اصول. شوف يا طارق، ما دام البنت واهلها باقيين عليك، انت كمان لازم تحسسهم انك شاري وباقي. يا حبيبتي وانا رايح اتخانق؟ ده انا ما صدقت انهم كلموني، صوتي كان بيرقص في التليفون. بقول لك ايه، ما تنساش تجيب ورد. ورد بس، ورد وشوكولاته، مسافه السكه هجيبها واجي لكم. استنى يا طارق، انت هتيجي مش هتلاقينا، هنبقى نقفل وننزل. ما احنا مش عايزين نبقى عوازل بقى. ماشي. الله يابا صبري، ايه اللي رجعك تاني يا صبري؟ ابعدي عني يا ام بلوزه، مالكيش دعوه بيا، انت السبب في اللي انا فيه. طب صلي على النبي بس كده واهدى، انا السبب في ايه؟ يا سلام، مش انت اللي اتبليتي عليا وجرجرتيني على الاذن؟ اهو الظابط اللي حقق معايا طلع صاحب المين وقال له ان انا اتمسكت مع بنت صغيره. يقطعني، تعال نروح له نحكي له الحكايه. فاكر انه هيصدقك؟ خلاص كانت فرصه وخلصت. يا خيبتك يا صباح، عورت الراجل اللي لحق من الموت، انا هحدف نفسي من السطح واخلص. استني بس هنا، تحدفي نفسك ايه؟ صلي على النبي. امال الصلاه والسلام. نصيب نصيب، وربنا جعلك سبب عشان ما ارجعش لابني دلوقتي. حصل خير. انت بتطبطب عليا؟ بدل ما تجيب حاجه من على الارض وترزعني بيها على نفوخي وتاخد حقك. حقي مش معاكي يا ام بلوزه، حقي مش معاكي، حقي مع اللي حبسني من 15 سنه. يلا صلي على النبي كده اهو، وروحي اعمل لنا كوبايتين شاي. يا راجل ده وقته؟ ما انت شايفني عمال اقتت في روحي. اه طيب خليك انت قتتي وانا هعمل الشاي. لا يا طارق، انا ممكن اسمع او اسمح لاي حاجه تقولها، لكن تشك في ملك؟ لا. هو انت جايبها منين؟ ده انت واخدها من بيت كبير، بيت ناس محترمه ولهم اساميهم وبيعرفوا يربوا ولادهم كويس. والله ما شكيت ولا قصدت اي حاجه من اللي ملك فهماها دي، لكن يا عم حط نفسك مكاني. هي قالت لي ان هي كانت مع صافي، وانا بالصدفه عرفت ان صافي كانت مسافره بره مصر، فسالت مش اكتر. انا بقى لو مكانك مش هشك، هقول اكيد في سوء تفاهم او اي حاجه غلط، لكن اشك في مراتي واحنا لسه في شهر العسل؟ معقوله يا طارق؟ بقول لك يا طارق، الموضوع سهل وبسيط،
واحد زائد واحد ما بيساويش 54. متجوزها يبقى تثق فيها وانت مغمض، مش واثق فيها بقى الموضوع كله ملوش ثلاثة لازمة. طب أنا اتحايلت عليها وإحنا في البيت وبتحايل عليكم أنتوا كمان. من فضلك يا عمي، خليها تقول لك أي حاجة ترضيها وأنا أعملها عشان تسامحني وتقبل اعتذاري. مساء الخير يا ياسر. مساء النور يا فريدة. وحشتيني قوي يا خالو. وأنت كمان وحشتيني يا حبيبة خالو. اتفضل. لوج يا سيدي، ما رضيتش تتعشى، مصممه ما تاكلش غير معاك. ايه هتعشينا ولا لا؟ تحبي تاكلي ايه؟ بيتزا. انا مصممه على الطلاق. ما ينفعش تفكري كده يا ملك، الناس تقول عليكي ايه لما تتطلقي وانت في شهر العسل. خلاص يا ليلى سيبيها براحتها، الراجل عمل اللي عليه واحنا قلنا بما فيه الكفايه يبقى خلاص. ماما بقول لك ايه؟ مالك طول عمرها الحاجه اللي ما بتحبهاش وما بتجيش على مزاجها لا يمكن تعملها، فما حدش يجبرها على حاجه. احنا ما بنجبرهاش على حاجه، احنا بنحاول نحافظ لها على بيتها. يا جماعه انا حاسس باللي عملته ومش ببرئ نفسي. انا بعتذر لكم كلكم على الموقف اللي حطيتكم فيه. خلاص يا طارق ما تعتذرش، انت اعتذرت كفايه وطالما هي مش مسامحه يبقى خلاص. كل شيء اسمه نصيب. يا بابا ما هو ما ينفعش نعيش مع بعض وهو مش واثق فيا يعني. فعلا عندك حق. تحب ننهي الموضوع ازاي؟ مك يا حبيبتي. ما ينفعش كده في أول مشكلة نهد المعبد على اللي فيه. لازم ندي لنفسنا 20-50-100 فرصة قبل ما نحكم على نفسنا بالفشل. واحنا عايزين ايه غير اننا نشوفكم مبسوطين؟ طب انا عندي فكره. ايه رايكم تقضوا لكم كام يوم في الشاليه بتاع العين السخنه؟ غيروا جو. والله فكره. انتوا ليه ما سافرتوش شهر العسل اساسا؟ ايه رايك يا ممكن؟ خلاص يا طارق، سيبها ترتاح النهارده وانا بكره هجيبها وقتها. اللي تشوفها. مش صبري جالي هنا؟ صبري مين؟ صبري مين ايه؟ صبري تعالى يا اسر. ايه يا ماما؟ انا جاي اكل مع خالو، هتسيبوني لوحدي؟ معلش يا حبيبتي، هتكلم انا وخالو كلمتين وهنيجي على طول. كملي انتي اكلك. اللي جاب الراجل ده هنا وفتحت له ليه الباب؟ ما انت خلاص بقيت الصدر الحنين. بقول لك ايه يا استني بس، هو انت ما بتصدقي وتغلطيني؟ انا طردته خلاص وقلت له انسانه خالص. كويس، ولو جالك تاني كلمني بس. مش هيجي تاني. علي قال لي ان هو كان ممسوك في قضيه اداب وانا عرفته اني عرفت. ايه اداب؟ مسكوه مع بنت صغيره في الاوضه اللي كان قاعد فيها. يا دي الفضيحه. وعلي عارف ان ده ابونا؟ ما تهيأليش، والا كان سالني حتى لمح لي. مين قال لك يا فالح؟ ما جايز عارف وما رضيش يحرجك. انت هتعمل ايه؟ بحضر اكل لبكره. انت هتعمل اكل جديد؟ ما الاكل بحال اهو. هو حد جه جنب الاكل؟ ايوه يا ست، ما هو ما ينفعش ياكلوا من نفس الاكل يومين ورا بعض. ده في اصناف بحالها ما اتلمستش. خلاص يبقى نطعم بيهم الاكل بعد كده في اي يوم تاني، يعني حته مكرونه شويه محشي جنب الاكل حاجه كده. طب اوعى، انا اللي هقشر البطاطس، انت بتطلع نص ساعه في القشر. القشر ما نعمل اي حاجه. إيه ده انت بتعمل ايه يا بابا؟ سيب هغسل انا، اتفضل اقعد. يعني ايه؟ يعني مش عايزين نعمل اي حاجه؟ بنتك عاوزه تدلعك يا سيدي. وانا مش واخد على الدلع. انا اصلا عمري ما حد دلعني ولا حد طمك. هو انا الاوان تدلع اهو. الحكايه خلصت على ايه؟ ملك ما رجعتش بيتها، وطارق هو كمان مشي لوحده. هو الظاهر والله اعلم ان ملك راكبه دماغها والمشكله لسه ما اتحلتش. لا بس هما شكلهم هادين، ان شاء الله مش هيكون في طلاق. شايفه؟ شايفه النصاحه؟ طالعه ذكيه لابوها. يا سلام، وليه بقى ما تقولش انها زي امها؟ ايه؟
في ايه؟ صباعي اتعور وانت وبنتك السبب. ما انا قلت لك سيبيني انا اقشرها. هروح اجيب لكم قطن وميكروم. قومي قومي يا ماما، قومي يا ماما اغسلي ايدك. ازاي عورتي نفسك كده بس؟ يا بنتي ما انا كل يوم بتعور. شايفه الراجل المربع ده؟ عايز يقول لك حاجه. عارفاه ده حبيبي. لا اشارت عليا ان انا بنفسي اللي وصله لحد عندك. تصدق بالله ان انت راجل قليل التربيه؟ جراره امك انت بتشتميني يا بنت؟ لا يا اخويا بدلعك، خد في بالك انا ممكن اقلع جزمتي دي انفض بيها دماغك الا تنضف. دماغ مين اللي تنفضيها يا بنت الكلب؟ اوعى ايدك كسر ايدك. ايه ده يا بنت؟ انت بتكلمي الوش كده ازاي؟ ما هو يا قطرة. خش بسرعة جوه. معلش يا باشا، بنت جديدة وحمارة. يا شمس ده انا لسه بقول لها وبنطق الراجل ده وقت بيمس عليكي، بضحك معاها يعني، طلعت فيها زي المتريليون. ما انت الغلطان برضه يا باشا، ما تمس عليا انا، ما انا قدامك اهو. بس كده يا قمر احلى مسا. ايه لوحده؟ وانا زي بلبله برضو. ما يغلاش عليك يا شمس، وماله يروح مع اخواته ومسكي. صيحتي يا هبله، صعبت عليا روحي لما ضربتيني على وشي قدام الراجل. يا بنت الشغل هنا كده وشطارتك، شوق ولا تدوق. يا هبله ده كان عايز يحط لي 200 جنيه وحط لي بدلهم 1000. خرجت انت بدموعك وانا خرجت بال 1000 بلبل. يا بنت فتحي مخك ما تبقيش قفل، عشان تعرفي تاكلي جاتوه. لا انا عايز اكل عيش بس، رجعوني شقك نصرفها زي عز. وانا مش لازمني خدامين يا روح امي، يا تاكلي جاتوه هنا يا مفيش. بص يا مرة، أنا عايز الفترة اللي جاية دي حمل الدعاية كبيرة قوي للمركز. محتاج العمليات تزيد من 5 لـ10 عمليات في الأسبوع عن الرقم اللي موجود دلوقتي. حاضر يا دكتور، أنا هكلم شركة الدعاية وأخليهم يقدموا لنا أوفر. بس عايز الحملة دي تبقى بالأجل على 6 شهور على الأقل. حاضر. هي ساندي ما ظهرتش أو اتصلت؟ لا، وبكلمها زي ما حضرتك أمرت، كل شوية تليفونها مقفول وما تفتحش من ساعة آخر مرة كانت هنا. طيب حاولي توصلي لأي كونتاكت ليها. حاضر يا دكتور. اتفضلي. ميرسي يا لولا، تعبتك معايا. على ايه يا ضنت؟ ده تعبك راح. انا قلقانه على مالك قوي يا ضنت. عين يا ليل، دي لازم تذبحي فدوى عشان خاطر البت دي. دي حكايه بسيطه ومشكله كده مع جوزها. بص يا اختي، انت عارفة ان انا خاف عليكي وعلى عيالك زي ما بخاف على عيالي بالظبط. طبعا يا عفاف. الورقة دي يا لولا. ورقة ايه ده؟ انا مش قلت ان حسين ما ياخدش اجازات لحد ما يخلص الشغل اللي متأخر عنده؟ عنده ما خد. اللي تشوفيه ده انت، اللي تشوفيه. بقول لك ايه يا ليلى، انا مش قادرة اسكت. اسكتي على ايه يا عفاف؟ احنا ساترة وغلط على بعض، وانا جايلك النهارده عشان نلم الموضوع. خدي الورق يا لولا. موضوع ايه اللي عايزه تلميه؟ موضوع ملك، لازم نشوف لها دكتور ولا نشوف لها ليه؟ واحد من زمايل ابوها يعمل لها العمليه. لا 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 يا ماما، دكتور عاصم ما ينفعش يعرف حاجه زي دي ابدا. بصي يا طنط، انا اعرف دكتور شاطر قوي وساعد زمن ويكون مخلص كل حاجه. تقولوا ايه على بنتي؟ مازن قال لي دعاء على كل حاجه. مازن؟ مازن قال ايه بالظبط؟ قال انه ملك لما خرجت ما كانتش معاه، كانت مع صاحبها اللي غلطت معاه. اسكتي يا عفاف، الكلام ده عيب. انت بتقولي لي انا عيب؟ ايوه اقول لك عيب، لما تكلمي على بنتي كلام فارغ زي ده اقول لك عيب يا عفاف. يا اختي بدل ما تقولي لي انا عيب قولي لبنتك. يلا يا لولا، الظاهر ان احنا غلطنا لما جينا نستر على ملك. استني بس يا ماما، طنط ما تقصدش. وانا هستنى لما تقصد. يلا يا بنت.
معلش يا طنط معلش. يا بنتي اسكتي طبعا عشان اعرف افهمك. لازم. ايوه حبيبتي ثانيه بس بكلم دعاء. بلا دعاء بلا زفت. في يا ماما؟ في حد بيخش على حد كده؟ انت كنت مع اختك اول امبارح ولا لا؟ رد عليا. ايوه كنت معاها. كداب ما كنتش معاها. طب معلش ممكن تهدي وتفهميني في ايه؟ انت اللي تفهمني. كنت مع اختك ولا لا؟ لا يا ستي ما كنتش معاها. امال هيك مع مين؟ ايوه انا اعرف منين؟ كل ما تحصل حاجه زي كده مش تيجي تقول لي؟ اقول لك ايه؟ كل واحد وليه خصوصيته، دي حاجه تخص مالك انا ما ينفعش اقولها. لكن ينفع تقولها لدعاء؟ دعاء؟ حافظت قوي على خصوصيه اختك. خالتك كلها رجوله. وهم فاكرين ان اختك مش بنت وانها غلطت مع واحد صاحبها وبتقابله. ايه رايك بقى يا بتاع الخصوصيه؟ مش فاهم دعاء دي اتجننت ازاي تقول حاجه زي كده؟ احنا في دعاء دلوقتي ولا في اختك؟ هي قالت لك انها صاحبها. صاحبه ايه يا ماما؟ طبعا لا قالت لي ولا عمري هسمع حاجه زي كده. يبقى لازم تقول لنا كانت فين ومع مين؟ صدق اللي قال دنيتنا دنية عجايب بقى. أنا اللي كدابة يا ليلى؟ هي فاكرة عشان ربنا اداها هتعلمني الأدب؟ مادام هي شاطرة قوي كده معلمتش بنتها الأدب ليه؟ مازن قفل السكة في وشي وبعد كده بتصل بيه وبيردش عليا. أنا هروح له. لا استني ما تروحيش، سيبيه دلوقتي مش هيرد. انت شفتي مازن هناك في الفيلا؟ مازن؟ لا ما شفتوش، ده حتى ما جاش سلم علينا. هو ايه اللي حصل هناك؟ هيحصل ايه يعني؟ يلا افتح التلفزيون زمان المسلسل جه. تلفزيون ايه؟ بقول لك ايه اللي حصل عند خالتي تقولي التلفزيون؟ هو انا لما اخاف على اختي وبنتها ابقى غلطت ولا اسيبها على عماها لحد ما فضيحة تيجي لحد باب بيتها؟ انت قلتي ايه لخالتي يا ماما؟ الريموت التلفزيون فين؟ الريموت ده عليه عفريت، كل ما ادور عليه ما لقاهوش. يا ماما ما تتوهيش في الكلام، انا سرت في الكلام جت ما بينك وبين اختك النهارده؟ على خفيف، بقول لك ايه؟ اعملي لي كوبايه شاي لحسن شاي خالتك ده ابو فتله ما ظبطش دماغي. يا ماما بقول لك ايه؟ انت هتنصبي لي محكمه انت كمان ولا ايه؟ الله وانتوا كلكم عليا النهارده؟ صحيح خير انت من شر تلقى. انت قلتي لاختك على اللي قالهولي مازن؟ لا ما قلتش حاجه وانا عبيطه. امال قلت لها ايه؟ قلت لها ان مالك معيوب. يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود يا ماما. مساء الخير يا طارق. اهلا يا لولا. انا اسفه اني جايه من غير ميعاد بس كنت عايزه مالك في حاجه مهمه. لا والله مالك مش هنا، مالك عند مامتها. ازاي؟ انا لسه جايه من عند طنط وقالت لي ان هي رجعت بيتها بأمارت حتى ما كنتوا يعني في مشكله بينكم كده بسبب مازن. طب اتفضلي يا لولا، مش هينفع نقف كده. مش انت بتقول مالك مش موجوده؟ اه بس كنت عايزه اتكلم معاكي في موضوع. اتفضلي. اتفضلي. انت ومالك صحابي قوي مش كده؟ طبعا ده احنا سر بعض. كل الناس اللي تشوفنا تقول ان احنا اخوات مش ولاد خاله. اه اكيد حكيت لك عن المشكله اللي بيني وبينها. طبعا وعرفت كمان ان انت كلمت مازن وسالته اذا كانت هي كانت معاه ولا لا. اه فعلا. بص يا طارق انا عايزه اقول لك على نصيحه، لو نفذتها هترتاح وهتريح ملك وتعيشوا مبسوطين طول العمر. اتفضلي. ملك طول عمرها شخصية متحررة وستايلها كده خواجاتي حبتين، لو زنقت عليها هتضطر تكذب عليك، لكن لو خدتها على راحتها هترتاحوا انتوا الاتنين. بس ما اعتقدش ان في راجل يقدر بكده. ملك عندها علاقات كتير وصعب تخرج من كل العلاقات دي مرة واحدة كده. علاقات كتير؟ صداقة وصحوبية يعني. بس هي بتحبك قوي ومع الوقت مش هيتبقى غيرك. وقتي؟ ايه الكلام الغريب اللي بتقوليه؟ مش غريب ولا حاجه، ملك نجمه وده شيء طبيعي جدا، بس انت لو حصرتها هتكذب عليك زي ما عملت لما قالت لك ان هي كانت مع مازن وهي ما كانتش معاه. يعني هي ما كانتش مع مازن، كانت مع مين؟ هتفرق معاك في ايه؟ المهم ان انت متاكد ان هي ما بتعملش حاجه غلط. انا كمان واثقه انه ملك مش ممكن تغلط. ايوه يا انسه لولا، بس ما اعتقدش ان في راجل عنده نقطه دم يقبل ان مراته تبقى على علاقه بواحد تاني. ما هي دي مشكلتك بقى يا طارق. ما ينفعش تبقى كرامتك اهم من حبك ليها. مفيش حلاوه من غير نار يا طارق.
هستأذن بقى. بس ليه عندك طلب، يا ريت لما ترجع ملك ما تخليهاش تعرف حاجه عن الحوار اللي دار بينا ده، ماشي؟ اه طبعا. توعدني؟ اوعدك. انا عارفه ان انت شخص محترم وهتحترم وعدك. طارق ملك بتحبك قوي، خلي بالك منها. حاضر. ازاي تنزل من غير ما تقولي هي رايحه فين؟ يا ماما عادي، هي في سجن، ما يمكن تكون طلعت مشوار. انت بالذات تسكت خالص، كل اللي بيحصل ده بسببك انت. بس الاقي ملك وبعد كده هرقلك. يا ماما والمصحف انا ما كنت اقصد حاجه، انت عارفه انا وملك ايه؟ ما ينفعش هي تستأمني على سر واطلع اقوله لاي حد، حتى لو كان لحضرتك او لبابا. برضه غير متاح، تكون راحت فين بس؟ يمكن تكون راحت للكوافير، هي مش متفقه مع بابا انها ترجع لطارق النهارده؟ اكيد عايزه تظبط نفسها وتخش مزه، هي بتحب المفاجآت. طيب اكلم طارق اطمن. تكلمي مين؟ تعالي هنا، افرض اللي انا بقوله ده كله طلع بلا، هنعمل مشكله اكبر. طب وبعدين انا هعمل ايه؟ هفضل قاعده اضربها اخماس في اسداس لحد هي ما تحن عليا وتكلمني في التليفون؟ لا اخماس ولا اسداس، انا هخش اغير دلوقتي لبسي، هطلع على الكوافير بتاعها، ما لقيتهاش هطلع على طارق، لقيتها اطمنك، ما لقيتهاش هعمل له اي حوار وارجع هنا تاني. طب يلا بسرعه. حاضر. ملك. هي ليلى ملك رجعت؟ لا. هتكون راحت فين بس؟ مش عارفه، انا دخلت الاوضه ما لقيتهاش، اكلمها تليفونها غير متاح. معقوله تخرج كده من غير ما تقول لاي حد هي راحت فين؟ طب ما كلمتهاش عند واحده من صاحبتها؟ يا بابا نكلم صاحبتها ازاي؟ المفروض انها متجوزه دلوقتي وشعر عسلها. طب يلا البس بسرعه وروح شوفها زي ما اتفقنا. يلا. يشوفها فين؟ في الكوافير عند طارق. انا خايفه اللي في دماغي يكون صح. ايه اللي في دماغك يا ليلى؟ اصل الملك لما خرجت قالت لطارق انها كانت مع مازن وهي ما كانتش معاه. يعني ايه ما كانتش معاه؟ امال كانت فين؟ مش عارفه مش عارفه. ملك. مساء الخير يا طنط. اهلا يا طارق يا حبيبي، اتفضل. مساء الخير يا عم. اهلا. مساء النور يا طارق. وهنا مش قلت لك ان انا هجيب لك ملك واجي لك بالليل؟ ايه ما قدرتش تصبر؟ والله الحكايه مش حكايه صبر، انا كنت صابر، انا بس عايز اعرف ملك فين. ملك ايه؟ خرجت مع مازن تاني ولا ايه؟ انت كده طقشت الدنيا كلها في بعضها، انت واختك اتخانقتوا مع بعض، وانا مازن قفش عليا، وانت ما تعرفيش قفشه مازن عامله ازاي. يعني انا غلطت يا دعاء؟ لا انا اللي غلطت لما فكيت بقي معاكي بكلمتين انت وبنتك، والله اعلم المصيبه دي هتخلص على ايه. منك لله يا لولا يا محرات الشر، مسكتني لوك 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 يا حد مخليتني اعمل كده. حرام عليك يا ماما، حد يطوع لولا، ما انت عارفه انها بتغير مني وعايزه تبوظ لي جوازتي. عيب يا دعاء، ما تقوليش على اختك كده، هي صحيح زرقاء وسماويه بس دي اختك وبتحبك. انت شرفتي يا اختي؟ جيتي بعد ما خربتيها وقعدتي على تلها؟ يا ابوها يا وش الفقر. ايه ده ايه ده ايه ده، في ايه؟ ما تفرملي نفسك شويه. انا عارفاكي يا اختي، عايز تخربيها عشان اعنس وابقى زيك. اخرسي، انا لو عايزه اتجوز اشاور بس، الف واحد يترموا تحت رجليا. طب ما تشاوري يا اختي وورينا واحد بس. عاجبك الكلام اللي بتقوله بنتك ده يا ماما؟ ساكته لها ليه؟ عيب يا دعاء، ما تعيريش اختي غير ما فيش حد معبرها. وهي مش عيب لما استأمنها على سر وتروح تقوله؟ انا ما قلتش حاجه، امك هي اللي قالت. يا نهار اسود، انت هتلزقيها فيا؟ مش انت يا بنت اللي كبرتيها في دماغي؟ ورحمه ابويا لو ما عدلتيها زي ما قلبتيها لكون والله العظيم. فرملي نفسك ومن غير حلفان، انا هعدل لك كل حاجه، بس كل حاجه في وقتها. هتعدليها ازاي يا ابليسه؟ بعدين هتعرف. انت بتثبتيني لحد ما تجيب اخرها وتبوظ خالص، مش كده؟ انا رايحه لمازن. بنت يا دعاء. انت يا بنت استني يا ماما، الحقي الهبله دي، قولي لها ما ينفعش تروح هناك دلوقتي خالص. ليه يا لولا؟ قولي لي، ده نمك حبيبتي. عشان لو راحت هناك دلوقتي هتلاقي الدنيا والعه حريقه. تقصد ايه يا طارق؟ قصدي واضح يا مازن، انت كدبت عليا لما قلت لي ان ملك خرجت معاك. والله انا قلت اللي عندي، عايز تصدق بقى ما تصدقش براحتك، ولا اجيب لك جهاز كشف الكذب تقعدني عليه. طب تقدر تقول لي كانت لابسه ايه وهي معاك؟ هو ايه اللي كانت لابسه ايه؟ يا عم انت وانا هركز ليه اصلا في اللي هي كانت لابساه؟ ما اشمعنى ركزت لما كنا بندور على سكارف؟
وقعدت تقولي عمرها ما لبست سكارفات. بص كانت لابسه بنطلون جينز وشميز ازرق، استريحت؟ لا يا مازن، لانها ما كانتش لابسه كده. الا بقى لو بعد ما سابتك راحت حته تانيه وغيرت هدومها. طارق ما تقولش كلام وانت متعصب وبعدين ترجع تندم عليه. ولاحظ انك في بيتي وبتتكلم عن بنتي. ما تحط نفسك مكاني يا دكتور. مراتي بتكذب عليا لتاني مره هي واخوها، وبتختفي وما اعرفش هي فين. هتصرف بعقلي ازاي بعد كل ده؟ مالك؟ كنت فين يا مالك؟ في ايه؟ ردي على السؤال ماما، كنت فين يا مالك؟ في ايه يا طارق؟ فين الاستاذ بيشك فيكي تاني؟ طارق عايز يعرف كنت فين يا مالك؟ واحنا كمان عاوزين نعرف. ريحينا كلنا وقولي لنا كنت فين، بدل ما دماغنا عماله تودي وتجي. ويا ريت بالمره تقولي لنا كنت فين المره اللي فاتت، لان مازن قال انك ما كنتيش معاه. ولو مش عايزه اقول؟ يعني ايه مش عايزه تقولي؟ انا مش فاهم انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزه كلنا نشك فيكي؟ مش عايزه تقولي لي كنت فين ما دام مفيش حاجه غلط؟ حاجه غلط؟ هو انت كمان بتشك فيا يا بابا؟ ما هو انت اللي بتحط نفسك وبتحطينا في الموقف ده. انهي اللعبه السخيفه دي وقولي لنا كنت فين؟ حاضر يا بابا، هقول لكم. اتفضلوا معايا. رايحه فين يا ملك؟ هقول لكم كنت فين، بس يا ريت بقى من هنا لحد ما نوصل ما حدش يتكلم معايا خالص. استني هنا، ممكن افهم انت جايبانا هنا ليه؟ بيئة وهتعرف. انا عايز اعرف دلوقتي. معلش تعالى على نفسك واصبر دقيقة كمان يا طارق. المرتين اللي غبت فيهم كنت هنا. هنا فين؟ هنا في الاوتيل. اول مره كانت عشان احجز القاعه دي، وتاني مره عشان اتاكد ان كل اللي طلبته تمام. بس انا قلت طيب يا طارق، النهارده عيد ميلادك.